يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلنا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ذا الرحمن سر واسعة يفكد الإسلام باش أدي السفرية عبد يسدر الطيام غرثفاث الأقوام تعيشنا مثلا ذي الجاهلية تعيشنا أم الحيوانات الغابة عافذن ذي زرام ذي الأصنام عافذن الحيوان عافذن يبحر عافذن تيمس عافذن أقول قوقيت الجبور تزيني عافذن الهواء خمنا سشريك سيدة ربي من الخالق سبحانه وتعالى وذن سامتني دقيقا وذن سامتني درس قم سعان تعذيو في الجو برسل وين قوية ويش سوية القوي غادي يتشم ضعيف لا أمر كنت غادي يعفس أدي يعفس إهليل ثاذو الثقوض غال قيمة غال جو برسل تمورتك زمري فايت تشيز يوني فاطي مش إذن قبل يعقيم ولكن اسمي غاية سيدة ربي غاري زاب لين ثمسال تنسل دي فاطي ثويين ثقوض غال قيمة أزم دي شجاع الوهين أزم دي شجاع الرسول أدي وي ثابرات أزم دي سكن أزم دي فكن الإسلام أزم اسمي باللغة فريد سيدة ربي أزم دي سكن تفات أذو خرم إيبيا أزم دي سكن أفريد أثني السفغن أروين العيمة مدي دوني ثمدي يخاف أي مثل جميع الأقوام قاعدين وقفين في محمد صلى الله عليه وسلم وقفين على الأنبياء السن وقفين على الرسالة السن ولا شوية القوم يقدس قبل فينا الرسول أكل يتيقي حالي بيقفي الدعوة يمس أما القوم سيدنا نوح أما القوم سيدنا هود أما القوم سيدنا صالح أما القوم سيدنا لوط أما القوم سيدنا شعيب ولا الأقوام نظر وقفين الذكرى سيدنا رب الخالق سبحانه وتعالى بجند الرسالات بجند أين أيثني وين بجند ديلان ولكن سكد فين الأنبياء سن أقفينا لا ما اعتبرتين الدعوة إز دبي وفغانت كمين دائما دي فاطين نخدم لكن أي مثلا سيد رب الخالق سبحانه وتعالى يوم رد فينس صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أثني بشد يامر كل يوم يامر القوم السوين العيا أسنتي ديسكن وأثني دينهم أفين الدين أسنتي ديفجن وأثني ديسي جذ أثني ديسي جذ سلعقة ربي ماذا قلنا وثبي عنا لفريد مين ماذا قلنا وثبي عنا لفريد العيا ذا فريد الدين يفعل طفل دائما دين عادة اليوم يسعنكن سيد ربنا ينزل في الاسم العقاب وغروية جين غير تفوق ثمسات سيد ربي في كيس دوية يهيك مرة اقوى ضيثنا كالمنان أما القوم سيدنا نوح أما القوم سيدنا هود أما القوم سيدنا صالح أما القوم سيدنا لوط أما القوم سيدنا شعيب يهيكيثنا ربينا يهيكيثنا ربينا مرة على خطر وهو أذبع لنا أفريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أديامر أن في نغز نشقع أكو ذي المؤمنين نغز يذبع لكن أسيني فوض السنة ذي ثمور ثنين إيه لنا كان ظلام من بعد ملف وإذا كنا أثني نجوم وثساد دشات نياغن من بعد ذي نزل فلس من العقاب في ذنيا ذي نزل أفضل من نغز العقاب ثنيا في ذنيا مرة أي أن في الدية مثل السيد بفضل الله وبرحمتهم من الدقائق يغيبوني أفيوث الآية 33 39 35 لسورة القمر في جنة زيادة سيد ربي سبحانه وتعالى أفقم سيدنا لوط القمة قال سيدنا لوط طيب مثلا خدمنا الفواحش ديال المنكرات وسيد ربي غيش قعزن سيدنا لوط باش هذا وخرنا في فريدنيا يناس المولاش يكون يدي عاقل سيد ربي ما قيتهم كي يضحكوا وين دقيقا في الاسم يقرب كذبت قوم لوط بالنذر شكد فين القوم سيدنا لوط شكد فين فينسن لوط ولا شكد فين يون فين شكد فين الانبياء مره يقرب سيد ربي قويس كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين غسيون الفيرز اللي شكا ولا كيشكد في الانبياء مره واللي شكد في اليون الفيرز شكد في الانبياء مره والاسلام يمرض باش هذا منش الانبياء مره لا نفرق بين احد منهم اذا قال يقال كذبت قوم لوط بالنذر معناه يخرجوا زندنا سيدنا لوط عليه السلام ينسند
واخا في واش يقول لي عاقب سيدي ربي واش يقول لي خما كان ودي خما كان او دي زفله ولا العقاب ولكن اوثو من لا اسكب بنت اي مثلا كمل كان كدير بلاني يخدم لك انت جامع دي كلوب ولا الاوز ديال التماركني وني دي عاقب راه كذاب تقوم روت اللي نود ذاك خسر الذنب يخدم ويجينا المذنبين ويجي العصاة ويجي ذا عذون نسيد ربي ذا عذون نسيد لوط ذا عذون الإسلام كذبة قوة لوط من نذر شكد في أرمي النرى أرمي النرى أين دي بسيد لوط أرمي النرى ثبرة سيزن دي في كذنين أيش كمينة دي قال إن أرسلنا عليهم حاصبا ذي نسيد ربي إن زيد العقاب في الأسن إذ كيزن له وقزران في نزيد في اللسن أرمي ثم تفوق مرة ويقيف سيد ربي قاع في اللسن يقيف سيد ربي أولا القاع في اللسن أم بعد إن زيد في اللسن إزراء أم لهوة أرثجي أرثجي ونكسن حاشا النفير لوط عليه السلام وقد المؤمنين أن تثبع لكن إنيس فغث أفغث أصبح ذي فجر وخرف أقوى أثمر ذاك الظلام بعد سيد ربي سبحانه وتعالى إن زيد في لسن العيقة بقرد إن أرسلنا عليها الحاصل والقرد الآية نظر فجعلنا عليها سفلها إن جعلنا قزر كان يوم رد سيد ربي جبريل عليه السلام إنس قيف ثمور ثنين ويفكان يوم يفر جبريل سيد ربي جبريل عليه السلام الثمور ثنين يقل عيشي دي سوري ثلاثة من إغنين يرد يقف يسد في لسن ويقيم يوم ديسن ويستبع عزن دي الهواء قزرها قزر كان فجعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منظور دي مسومة عند مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يعني يزن دي الهواء قزرها يغيد في لسن هذه قار قزر كان يسمى ذلك بشير اسم غير الحساب يقال وما هي من الظالمين ببعيد ما له أين يبغي إلي نظر الظلام ذي دونيه أكل إذا رأت مرثقين أو إذا رأت مرثن سن كربنا يخدمنا الفعيل اللي يخدمنا كان القومة جنس من الأرض أكل هذا الفخ في مسافة سن أهل ديه سيد ربي سبحانه وتعالى وأن كل إنسان ظالم أريضي من أريضي من الظالمين سيد ربي في ديه في يوم وزدي في كل عيقاب ويبعيد الفلس العيقاب أجل يأخذ مكان وما هي من الظالمين ببعيد غزر كريم مثل هذه قال إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر سيد ربي نزيد فلس يقيف ثابور ثنين ونزيد فلس لهو بزر سوق لهو بزر إدوي لهو في اللسن يوري قم ذي سن إقرد إلا آل لوط نجيناهم بسحر سيدنا لوط على سام ذي قد ذي فعل لوقت ثنين أن قروا الفجر ثل أمور بسيا فقر نما قروا الفجر يوم رأثنا دينيس فغث إنيس أفغث الثمور ذي كامل ثورا أن أدنزلوا في لسن العقاب وسيد ربي إنجا سيدنا لوط إنجا المؤمنين إلا آل لوط نجيناهم بسحر إقرد نعمة من عندنا الله نعمة من عندنا النعمة من سيد ربي ينجتن صرفريس ينجتن صرح مينس وكل يوم مرد أري ينجو صرح مينس الواسعة كل شيء أي قويني لهان اللي يروح المرة إيا عرض المرة صور سيد ربي ذي النعمة ولش النعمة اللي يخدم ما حشى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى نعمة من عندنا نعمة النجاة إنجتنا ربي نعمة نعمة من عندنا خذ كان يتبادل مبادئيس كبيرة دي قال في كده ديون القانون إن كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر خلو ما يفك سيد ربي سبحانه وتعالى النعمة إلا قد يستعرف بلنصوى سيد ربي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كده قال سيد ربي كل نعمة صوى سيد ربي يدروح إذن قد يستعرفون بلنصوى سيد ربي يدروح من بعد أثي حمد أثي شكر كذلك نجزي من شكر وماذا قلنا يحمد سيد ربي سبحانه وتعالى نشكر البابيس أسيشدو من النعمة اللي يدوني النعمة اللي يدوني ينجاد وفي ينجو وزدي في قديم كل الخير وزدي في قدي الخير وسيشدو من النعمة كايت مثلا يقال سيد ربي قويس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ماذا قلت حمد سيد ربي شكرت سيد ربي ونسدو من النعمة وذا ودي زقد كذا إذن أدق كذلك من نجزي من شكر وماذا قلنا إن عبد أحمد سيد ربي سبحانه وتعالى ما في إشكره يقرد أث جزي غص الخير دي الدنيا تسنو أسدو مغدي النعمة نوزز قدر دي الخير دايما نثل جو كل الظروف يد يغي مرة هذا في الجو وثث جزي غدي يخرف ستوى ذي حسنة دي جنف أصيح ربي جميعا كما يتمثل أنظر كان بالليم يعني ذي اللي يتقيت من الحالين أنظر الذنب
يعرضن كذبت قوم لوط بالنذر للمذنبين واذا كي دنفر ولكن ينفس السيد ربك اش قاعز دنفير يقويز في كيس ندير رساله يوم راه تشمين الهان اش كلاز ندير ندير مشاد اخرى ويسبب ديني دي الناس مالك لوط اخرى مالا او ديك السيد ربي العيقه ولكن اللي اش كذبت قوم لوط بالنذر من بعد يهضر ينفس لا إنا أرسلنا عليهم حاصبا السيد ربي سبحانه وتعالى في كيس الله وقزرة يقلي فسنت مرتني فجعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجين المنضود المسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد في كيس السيد ربي له وقزرة في كيس السيد ربي له وقزرة ثوكة الإمارة قزر كان هذه قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر حسن سيد لوط دي قال لي تتبع على كلام وكذلك ينجو مرة العيبة دي مؤمنين كتب على بلد سيد ربي هذا ينجو إلا آل لوط نجيناهم بسحر الوقت اللي الفجر كان يمرض لدي الناس فغط ثمور ثقة ضغي فلس هذا نزل فلس العيقة وسيد ربي انزيد فلس العيقة وهو ذلك للمؤمنين جاثا أعدوا ناس إيه كذن ونشتاق في النعمة في الإنسان المؤمن وما يحمد سيد ربي المؤمن أثي شكر في النعمة من سيد ربي أثي جزء وشتيني في الجهة أي عبد المؤمن حمد سيد ربي تشكر في ثل جينك يجين جان غطر النعمة صغرص وماذا قلت حمد تشكر في النعمة النعمة صديقة كذلك نجزي من شكر أهد سيد ربي أذك الجزيس الخير أما دي الدنيث أكشدوا دي النعمة وبقدك دي سجر وإذا أذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ذي الدنيث أذك يسدوم وذك يسجد وذي يخف ذي الجزاء الحسن ذي تسوم ذي الحسن ذي جنة حمد سيد ربي سبحانه وتعالى وتشكرت سيد ربي كي جزيا سوين العين ذي الدنيث أذك يسدوم ذي النعمة وذك يسجد وكي جزيا ذي يخف ستوم ذي حسن ذي جنة رسيك ربي جميعا رجع ربي من المؤمنين أحق الإيمان رجع ربي من الذين استمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.